أمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لا زال الحديث موصول في موضوع القراض، إن شاء الله يكون بآخر حاجة في القراض. وكما قلنا القراض هو عبارة عن مال يعطيه شخص لآخر ليتاجر فيه، ثم في نهاية المطاف يقسم الربح بينهما بين العامل وبين صاحب المال. ووصلنا إلى نقطة، وهي إذا خرج عامل القراض يشتغل في القراض معه سفرية ليرى عمه أو خاله أو زيارة إلى أحد الأماكن المقدسة وغيره، ومعه هذه التجارة التي أعطيت له لكي يتاجر بها، النفقات اللي بينفقها على نفسه ركوب المواصلات